نروح نشوفوا الهاشتاج ثاني ولا الكلمه ثانيه ونشرحها لنا. طوبا بوتيكو سي لو تيتر تاع الاغنيه التاليه اللي كاينه في الالبوم ولو كليب تاعك فوالا ولو كليب ديالها سي اون شونسون من بوركينا فاسو. كي رحت لبوركينا فاسو سمعت واحد الاغنيه هكذا عجبتني بزاف ما كنتش نعرف لو سونس ديالها دونك بديت نغنيها على حساب واش راني نسمع صحابي ومن بعد قالوا لي اغنيه شابه يفوك تو فاس ان ارانجمون درت لها الارانجمون بديت نغنيها سيوسان من بعد حوست على لو سونس ديالها كي حوست على لو سونس طوبا بوتيكو سا دير بل سي اون لونغ ديالكت افريكان اللي هو باسكو صادير في بوركينا فاسو عندهم بزاف اللهجات عندهم كيما لو بول الولوف الجولا البامبارا دونك هذه لا لونغ هذه سي سي الجولا دونك سا فو دير لا بينيديكسيون طوبا بوتيكو سي لا بينيديكسيون وكاين ميم جي في اون تراديكسيون تاع بوركينابي واحد صاحبي فنان اللي فهم في لا فيديو فهم واش حاب يقول طوبا بوتيكو سا دير لا بينيديكسيون سي البركه تاع الوالدين مي في الغنيه تهضر على البركه تاع لو بيي سا دير نقول فيها وين تروح نيمبورت كال بلاصه في سا دير دون الموند il faut pas oublier les racines ديالك باش البركه تكون ملي غاسين ديالك صادير سوا ملي بارون ديالك ولا ملي بيي ديالك فوالا صح خلاص اليوم انا فهمناهم كل الكلمات الغريبه اللي كاينين في اغاني جام نروح نشوفوا كلمه اخيره هاشتاغ مريم مريم كلنا نعرفوا هذا الاسم صح. العربي والجزائري بصح الناس كلهم حابين يعرفوا شكون هي مريم اللي غنيت عليها هذه وحده كنت انا نحبها والله بكل صراحه بكل صراحه شغل باينه انا ما في نحكيها الحكايه ديال سيوسان قبل ما نغني الاغنيه نحكيها سوف كو سي فري يعني عرفتها عندي 8 سنين ولا وكتبت لها اغنيه باش سيتي لا بروميير فوا نغني للطفله نغني لها زعما من قلبي اغنيه فوالا سيتي باش غنيت لها اغنيه زعما تاع ان بو رومانتيك مي فيها الميزيريا شغل نقول لها لو كان جات بيدي نجيك حتى للدار ابي فوق الجمل ولا الاحمر جيبي لنا شوف فيها الميزيريا اون توك انا الغناني اللي نغنيه كامل شبون ما بيش علاش غنبدا نغني شغل فيه المشاكل نهضر على المشاكل الاجتماعيه اي ليستوار تاع لا شونسون هذيك سي كي كتبتها لها موراها جوست ابخي شغل اون ايتي اون سي سيباري دونك واش درت وهي اللي رمات لي الماء على كل حال بدلت لها لافان لا شونسون هذه بدلت لها لافان وسمعوها وشوفوا لو كيف هذا تحريف هذا تحريف للتاريخ هي حرفتني بوزمان حرف لها التاريخ نورمال على كل حال ان شاء الله تلقى مريم واحده اخرى ولا واحده خير من مريم لا فول مومون كاين زدلدل ما ندورو به لو طون لو طون يتملعب جام على كل حال حنا في الفقره الاولى تاع البرنامج تاعنا نحكيو على الاكتواليتي تاع الفنان نروحوا نشوفوا اخر صور قبل ما نروح للفقره الثانيه نروح نشوفوا مشاركتك في برنامج نوفيل ستار نشوفوا مقاطع ونحكيوا على هذه التجربه مع بعض.